تخيل انك متحمس تجرب شوكولاته دبي بدافع 28 فلاني، وفجأة تكتشف ان الشوكولات مو اصلية. لو تمنها مو قليل، القطعة 200 جرام ب 15 يورو، يعني الكيلو ب 75 يورو. لهيك يا جماعة تأكدوا كتير منيح على المعلومات المكتوبة على الغلاف لو حبيتوا تشروها. طبعا تاريخ الصلاحية وبلد المنشأ. الأصلية على حد علمي وزنها 210 جرام وسعرها حوالي 19 يورو، يعني الكيلو تقريبا ب 90 يورو. ولو حدا منكم جرب شوكولا دبي يا ريت تصلح لي هالمعلومات إذا كنت غلطان، بسبب إني طلعت مو أصلية وللأسف ما كتير طيبة. لهيك قررت هالمرة إلحق ترند، مع إني مو من طبعنا بمنصة يميمي نلحق ترندات. نحن اللي تعودنا إني منصنع ترندات. وبفيديو الاستثنائي لترند مشهور رح تضل بصمة يميمي هي العنوان، يعني يميمي شوكولا دبي المميزة ليوم مميز بمدرسة بنتي. حبيت شاركها بهالنشاطات المدرسية لحتى تضيف الشوكولات لرفقاتها وللمدرسين والمعلمين اللي بالمدرسة. ومو من باب الدلع والدلال، لا، قد ما هم من باب التقدير والتشجيع. لهيك بالفيديو القادم رح نتابع خطوة بخطوة ترند عملوه الملايين بس ما حدا استخدمه كهدية أو إعلان، وحل هالأسرار وفك الشفرة وأكتر كمان بالفيديو اللي ممكن تشوفوه قبل موعد نشره من خلال مدونة شيف آسر. فيكن تستمتعوا بميزات وخدمات كتيرة تمنحها المدونة للمتابعين، وأهمها أن تشوفوا المحتوى بدون إعلانات مزعجة وقبل موعد نشره في اليوتيوب كمان، وبفيديو خاص ومميز لمشاركة أبنائنا بأيام المدرسية ونشاطاتهم. انطرونا بحول الله بضيافة دبي شوكليت بس بختم يام يامي وسلام. لا وين سلام، لحظة شوي، لا تتخطى الفيديو وتابع الكواليس مهمة جدا. ما طيبة؟ بغنى؟ ورنيني؟ هلا عملناها بالبيت أطيب. أوكي ما اختلفنا. أول شيء مبين إلا صبغة. ونحن اتكسرت معنا نعملناها بالبيت أطيب. وإذا في حدا بهنوفر حب ياكل شوكولات دبي يبعت لي على القناة. هاي الكيلو ب 75 يورو. مصيبة يعني. أنت بتعرف شنو؟ أنا رايحة فلان.